الدكتور محمد عصام رئيس مجلس إدارة شركة بي إس فارما لتصنيع إضافات الأعلاف يتحدث لبرنامج الثمرة. احنا بنتعامل ازاي او بنوازن ازاي بين سعر الخام وسعر التكلفة وسعر السوق بقى اللي بينزل؟ هو في الاخر احنا مش بنقدم منتج لا منتج غالي ولا منتج رخيص، المفروض المنتج يكون منتج اقتصادي. النتيجة في الاخر ان اللي بيشتغل معانا هو بيكون ماشي كويس. بالنسبة للضربات بقى الاسعار، سعر البورصة في الاخر، مكسب وخسارة، ده موضوع بيتم مع المربيين من اعوام سابقة كتير جدا. احنا بننافس النهاردة كمنتج بي اس فارم في السوق. انا النهاردة كل شركة بتاخد مني المنتج، هي عندها تيم تسويق بتاعها وعارفه عايز المنتج تعمل بيه ايه. انا بمد بقى الشركه كمان بالداتا الفنيه، وده عنده جزء تكنيكال خاص بالمصنع عندي، بساعدهم ان هم يعملوا الداتا بتاعتهم لمنتجاتهم، الورق الفني الخاص بمنتجاتهم، ورق فني في كل التفاصيل لمنتجاتهم. عملنا مصنع بيس فارما، من اول يوم كان عندنا تطلعات ان احنا نقدم جوده مختلفه من ناحيه الشكل وكفينش والمحتوى نفسه. الحمد لله احنا دلوقتي قادرين، مش هقول لك ان انا اقدم منتج زي المستورد، لا بل افضل كمان. برنامج الثمره يأتيكم في الأوقات التالية.